بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، في هذا اليوم المبارك وبحضور كوكبة من علماء محافظة كفر الشيخ الذين جاءوا اليوم لاستلام الزي والعمامة، نتقدم جميعا بخالص الشكر والتقدير والعرفان لمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على مجهوداته العظيمة التي يراها ويشاهدها ويعترف بها الجميع، وهي تصب في مصلحة الإمام. وما نراه اليوم من استلام الزي والعمامة الجاهزة وهي غاية في الروعة، ولكل إمام عمامة وزي، وهذا لم يحدث من قبل، فهذه هي المرة الأولى التي تأتي العمامة فيها جاهزة ويتسلم كل إمام، وهذا يجعل الإمام يحس بقيمته ويحس بقيمة الجهد المبذول من أجله. وقد أعرب الجميع هنا عن شكره وتقديره لمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة ولجميع معاونين، وأقول لمعالي إن كلمات الشكر والتقدير تصمت بخجل أمام ما قمتم به من جهد متميز وعمل متواصل من أجل رفعة وازدهار هذا الصرح العظيم وزارة الأوقاف، الذي لولاكم ما تقدم وما ازدهر. حفظكم الله ورفع قدركم في الدنيا والآخرة ونفع بكم البلاد والعباد.